النائب والمنسق الكرام وكل الضيوف الموجودين. الحقيقة أنا من النوع اللي ما بحبش أتكلم كتير ومش هتكلم كتير، يمكن مش هاخد أقل من خمس دقايق يعني إن شاء الله بإذن الله. الفكرة إنه إحنا بنتكلم عن مستقبل علاقات مصرية يمنية، فرص وتحديات. يعني الحقيقة أنا يعني من مدرسة إن أنا بحب أطرح أفكار ورؤى وأسئلة، مش مدرسة السرد خالص. العلاقات المصرية اليمنية طبعاً علاقات متجذرة وقديمة والكل يعلم ذلك جيداً، والكتب والكثيرة والدراسات في هذا الصدد كثيرة جداً. أعتقد أنه بس الفكرة أنا عايز أشير إلى مناقب اليمنيين. يعني اليمن ذكرت في القرآن الكريم على فكرة أكثر من مرة، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أجمع المفسرون وأهل العلم على أن المقصود بهذه الآية هم أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال هم قومك أهل اليمن. أيضا سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هم أهل اليمن أرقوا أفئدة وأليان قلوبا. فاليمن يماني والحكمة يمانية. أهل اليمن معلومة لحضراتكم أول الناس شربا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا بقى نخش في موضوعنا، إنه العلاقات اليمنية المصرية أعتقد إن هي بتقدم يعني نموذج يعني ملهم للعلاقات التعاونية العربية، سواء لتسمها بالاستمرارية منذ الاستقلال أو حتى المرحلة الراهنة، ولتعدد جوانب ذلك التعاون ومستوياته. الحقيقة إنه الورقة بتحاول بتبحث بشكل أو بآخر في تحليل العلاقات المصرية اليمنية من خلال الإجابة على بعض التساؤلات اللي